مساء الخير. بقاب تخلق السحاب، هيك بيقول المثل. طقس صيفي معتدل نسبياً عم بيسيطر على لبنان والحوض الشرقي للبحر الأبيض المتوسط. الحرارة مرتفعة على الساحل ومعتدلة فوق الجبال، خصوصاً بفترة الليل. رطوبة عالية، البحر متوسط الموج وحرارة 130 درجة. ليلة طقسنا غائم مع هبوب رياح ناشطة أحياناً وانخفاض محدود بدرجات الحرارة مع تكون ضباب على المرتفعات. لبكرة الأحد أجواء قليلة الغيوم مع استقرار بدرجات الحرارة على الساحل وارتفاع بسيط بالمناطق الداخلية والبقعية. نبقى بجولة على درجات الحرارة اللي رح تسجل الليلة. على الساحل 26 درجة، على المرتفعات 24، بالبقعة 15 وبالأرز 13 درجة. نبقى بجولة على درجات الحرارة اللي رح تسجل بكرة ببعض المناطق اللبنانية. بينه 29 درجة، البحصاص 31، حتشيت 24، معاد 33 درجة، عرسال 34، زوق مصبح 31، الرملة البيضاء 31، والمشغرة 34 درجة. رطوبة بتتراوح بين 65 و85%، حرارة سطح المي 30 درجة، وسرعة الرياح بتتراوح بين 10 و40 كيلومتر بالساعة، رياح جنوبية غربية. كيف رح يكون الطقس الليلة واليومين يلي جايين منشوفهم سوا؟ نهار السبت بتتراوح بين 26 و31 درجة، الأحد بين 26 و31 درجة أيضاً، والتنين بتتراوح بين 27 و32 درجة. نبقى هلأ بجولة على درجة الحرارة ببعض العواصم العربية والعالمية. نبدأ مع عمان 32 درجة، القدس 30 درجة، طرابلس 29، تونس 31 درجة، روما 33، وباريس 22 درجة. وأنا بدي أتمنى لكم مساء نور.